السبلاين هو منحنى ناعم بيمر من أو بالقرب من مجموعة معينة من النقاط أو بالقرب منها، في حين أنه بإمكانك إنشاء تقديرات تقريبية من السبلاينز بالاعتماد على خطوط البالي لاين، لكن أداة سبلاين أكثر دقة من البالي لاين، وهي بتحتفظ بتعريفاتها عند تعديلها وبتأخذ مساحة أقل. سبلاينز أداة مهمة لإنشاء منحنيات ممكن نستخدمها بعد كذا في الرسم ثلاثي الأبعاد. بإمكانك استخدام سبلاين لإنشاء نوع من المنحنى بيعرف باسم نمط بي المنطقي غير المنتظم Non-Uniform Rational B Spline أو NURBS Curves. بينتج منحنى النيربس منحنى سلس بين رؤوس أو نقاط التحكم أو نقاط ملائمة Fit Points. سبلاين الموجود إلى اليسار استخدمنا فيه الفيت بوينتس، وسبلاين اللي موجود إلى اليمين استخدمنا رؤوس التحكم Control Vertices. عشان أنشئ سبلاين وسع الدراو بانل في الهوم ريبن. لاحظ أنك ممكن تنشئ سبلاين باستخدام الفيت بوينتس، في هذه الحالة حيمر الخط في النقاط اللي حددتها، أو بإمكانك إنشاء سبلاين باستخدام الكنترول فيرتيسيز، في هذه الحالة النقطة اللي اخترتها حتتحكم في شكل سبلاين، ولكن سبلاين مش بالضرورة يمر في هذه النقاط. لما تبدأ أمر سبلاين حتلاقي عدة خيارات. على سبيل المثال لما تنشئ سبلاين باستخدام الكنترول فيرتيسيز، انت كمان بتحدد درجة او عدد البند اللي ممكن تنشئها لكل سبلاين. الدرجات او الديجري ممكن تكون 1 أو 2 أو 3. نتيجة الـ 1 degree spline هي خط line من غير انحناءات. أما الـ 2 degree spline بيعطيك parabola قطع مكافئ ممكن يكون فيه انحناء واحد. أما 3 degree فالناتج حيكون cubic bezier curve ومنحنيين، وبيزير هو مهندس فرنسي طور طرائق لرسم الخطوط والسطوح المنحنية. لاحظ أنه عند تحديد السبلاين باستخدام الـ control vertices حيكون في رأس تحكم واحد أكثر من عدد الدرجات، عشان كذا 3 degree spline عنده 4 control vertices. لإنشاء سبلاين باستخدام الـ control vertices اضغط أداة spline CV، ولاحظ لما تبدأ الأمر تقدر تسوي right click وتختار method من الشورت كات منيو وتغير الطريقة اللي حتستخدمها لإنشاء سبلاين. تقدر بعد كده تحدد الديجري تبع سبلاين، ولكن في معظم الحالات بنخلي هذه القيم مضبوطة على 3. أنشأت عدة نقاط حستخدمها لإنشاء سبلاين. حستخدم النود سناب عشان أحدد أول نقاط سبلاين، وحختار النقطة الثانية. لاحظ أن اتجاه السبلاين بيمس الخط الفاصل بين النقطتين الأولى والثانية اللي تحددوا، وكل ما تحدد نقاط إضافية لاحظ أن السبلاين بينسحب نحو رؤوس التحكم ولكنه ما بيمر فيها. لما تخلص من تحديد النقاط اضغط Enter. حنشئ سبلاين آخر باستخدام سبلاين CV، بس هذه المرة بدل ما أنهي الأمر بضغط Enter حعمل Right Click وأختار Close. لاحظ الأوتوكاد بيغلق سبلاين تلقائيا، ولاحظ كمان ان هذه المرة سبلاين ما بيمر في اي من رؤوس التحكم. المرة هذه حضغط زر سبلاين فيت. لما تنشئ سبلاين باستخدام طريقة الفيت بيجري التحكم في شكل المنحنى بوساطة الناتس، والأوتوكاد حينتج ثلاثة اشكال مختلفة من العقد 3 different knot parameterization. عشان تغير knot parameterization اعمل right click واختار الناتس، وحتلاقي عندك ثلاثة خيارات. هختار الكورد وأبدأ بتحديد النقاط باستخدام كائنات النقطة الـ Point Objects. لاحظ أنه عند استخدام طريقة الفت بعد تحديد النقطة الأولى بإمكانك التحكم في بدء التماس الـ Start Tangency والتفاوت الـ Tolerance. الـ Start Tangency بيسمح لك بتحديد اتجاه التانجنت المماس، أما قيمة الـ Tolerance بيتيح لك تحديد المسافة من نقاط الفت المحددة اللي لازم يمر فيها السبلاين، وبيجري تطبيقها على جميع نقاط الفت باستثناء نقطتي بداية السبلاين ونهايته. حبدأ الرسم باستخدام القيمة الافتراضية، ولما أوصل للنقطة الأخيرة حضغط Enter لإنهاء الأمر. لو كررت الأمر لكن هذه المرة حعمل رايت كليك وأختار Tolerance وأحدد القيمة على 1، ولاحظ أنه بإمكانك تعيين Tolerance مختلف لكل Fit Point. ولما أوصل للنقطة الأخيرة حضغط Enter لإنهاء الأمر.
هذه المرة بيمر الخط الرئيس في النقطتين الأولى والأخيرة وداخل وحدة واحدة بين النقاط الأخرى. حكرر الأمر spline fit، ولاحظ أنك في كل مرة بتنشئ spline جديد باستخدام الفت بينعاد تعيين قيمة التولرنس مبدئيا إلى صفر. المرة هذه لما أوصل للنقطة الأخيرة حمل right click وأختار close، لاحظ أن الأوتوكاد بيغلق تلقائيا spline. حكرر الأمر لمرة أخيرة، ولاحظ أنك لما تبدأ الأمر موجود خيار آخر اللي هو خيار الأوبجكت. هذا الخيار بيحول spline fit polyline إلى spline حقيقي.